حنا مواطنين، وباش حنا مواطنين، ولا حقوق لا قوانين، ولا حقوق لا قوانين. وإلا كنا عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ملف ابن هانتوما كما تشوفوا كل مغاربة دايرين واحد الوقفة من أجل الروح ديال حسام. فقد ابن من أبنائنا، من وطننا، من حسينا بالأم اللي هي هذه الأم. قولوا لي كيفاش غادي يكون حالها وولدها طايح من واحد الجرف، هذوك مقاليع الرمال، وهاد مقاليع الرمال ما عندهاش الحماية. يقدر يدوز حسام وغدا يدوز بنت وغدا يدوز راجل شيخ كبير، وكاين يدوز بهيمة ويدوز كل شيء. واش دائما حنا نحسبوا الضحايا ديالنا؟ واش حنا ماشي مسؤولين على هذا الشيء؟ كيفاش ناخذوا الرمال من واحد الاماكن وما يمكنش باش نوضوا ونغطيوا داك الشيء اللي درنا؟ هذا عيب، هذا عار. وهذا اليوم حنا تنضمنوا من اجل حسام، لا حق هو ابن من ابنائنا. والسلام عليكم. تحيه نضاليه، تحيه حقوقيه لجميع المواطنين والمناضل الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان. اليوم تلقينا واحد طلب مؤازره يوم 30/7/2022 اللي كاين مؤازر هذا الشاب مسكين اللي هو ضحيه، واللي كان على جنب ذاك المقلع اللي طاح على جنب ذاك المقلع، وديك الطيحه ديالو ودات الى الموت. واليوم حنا في الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان المغرب نستنكر على ما تم للسيد حسام الفقيد حسام، وكنتوجهوا لجميع الناس المسؤولين باش يفتحوا واحد التحقيق في النازله ديال الوفاه ديال هذا الضحيه هذا، لان هذه الوفاه هذه جات واحد الموت ديالو مفاجئه. حتى السيد هو فقد الحياه ديالو وفي العمر ديالو واحد 15 سنه، وهادو هما اللي غادي يكونوا من رجال الغد ان شاء الله. وتحيه نضاليه. كنتواجدوا في ايت سيبرن تقريبا مع الخميسات، عياده سباسيف بالضبط. تنازروا واحد الناس في الوفاه ديال الابن ديالهم عدا حساب، اللي هو مات في واحد المقلع ديال الاحجار. وهذا المقلع ديال الاحجار على ما وصلنا من الاخبار بان راه ما كتواجد فيه الشروط ديال السلامه الصحيه، ما فيهش هذوك الحواجز اللي كتحمي المواطنين والماشيه، وبان راه كيستغلوا واحد السيد اللي هو كيدخل في اطار ديال تضارب مصالح. اللي هو كيدير مستشار بجماعه وفايت غدو صابر وفايت رئيس ديال هذه الجماعه، وكيستغل هذا المقلع لمده سنوات، يعني من كما ذكرونا الاخوان ديال الفرع ديال الجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان المغرب هنا في ايتسيبل لمده ديال 1985. اذا هنا تكون الرساله ديالنا واضحه لوزاره الداخليه فيما يخص مديريه الشؤون القرويه ووزاره التجهيز وكذلك الطاقه والمعادن، لاجل الحمايه ديال هذه الساكنه من هذا المقلع اللي هو يعني السيد يعني خصو واحد دفتر تحملات باش يكون كيلتزم به باش المصالح ديال الدوله ما كتضيعش كما جا في الخطاب ديال سيدنا، والمصالح ديال المواطنين ما كتعرضش للهلاك. واذا به تنوجهوا النداء باش ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه نضاليه للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان في المغرب فرع ايت سيبرن. حنا اليوم تنتواجدوا امام قياده سباسيف ايت سيبرن وجماعات الترابيه ديال ايت سيبرن، علاش؟ على واحد الفاجعه ديال واحد الطفل اللي في عمره 15 سنه، اللي هذا الطفل هذا السنه المقبله ان شاء الله ديال الدراسه غادي يطلع المدينة الخميسات غادي يقرا في العشرة. ولهذا احنا اليوم هاد الولد احنا فقدناه. علاش فقدناه؟ السبب علاش فقدناه؟ ان هاد المقاليع اللي موجودين في جامعة ديال ايت سيبرن ككليه يعني ما تيوجدوش على القوانين باش تحمي المواطن من الكوارث او حيوان جاء حتى هو خصو يتحمى. هذا هو السبب ديال هذا ريان الثاني ديال ايت سيبرن. هذا هو السبب باش غادي يموت. والتحيه نضاليه للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان في المغرب، وشكرا.
تحية نضالية اليوم نحن كجمعية وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. طبعا لبينا نداء ديال عائلة الضحية حسام عدة اللي توفى ولقي مصرعه في إحدى المقالع. على كل حال نحن كنا نطالب بفتحية تحقيق نزيه في هذه النازلة لرفع الظلم عن العائلة ورفع الظلم على أبناء هذه المنطقة، كما نطالب برفع اليد على هذا الملف من كل الناس اللي عندهم يدهم طويلة أنهم يقدروا يعني أنهم بالنفوذ ديالهم وبالسلطة ديالهم أنهم يقدروا يأثروا على مجريات البحث. هذه رسالة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من أجل التحلي بروح المواطنة، لأن حسام هو ابن كل المغاربة، ليس فقط ابن عدة ولكن ابن كل المغاربة من طنجة إلى القويرة. تحية نضال. كنا مواطنين وإلا كنا مواطنين وإلا كنا مواطنين وإلا كنا مواطنين وعاملونا بالقوانين وعاملونا بالقوانين وإلا كنا مواطنين وإلا كنا مواطنين وعاملونا بالقوانين سواء اليوم سواء غدا سواء اليوم سواء غدا سواء اليوم سواء غدا سواء اليوم سواء غدا الحقيقة ولا بد الحقيقة ولا بد سواء اليوم سواء غدا سواء